إلى أين تمضي الأمور؟ هل نحن بالفعل على أبواب حرب إقليمية واسعة؟ ما هي السيناريوهات المطروحة؟ وهل يمكن بالفعل أن نشهد تدخلا دوليا إذا ما اندلعت هذه الحرب؟ العديد من الأسئلة يجيب عليها ضيفنا الكريم الدكتور محمد اليمني المحلل السياسي والاستراتيجي. دكتور محمد، أهلا وسهلا بك. سؤال المواطنين في كل مكان، ماذا عن الساعات أو الأيام القادمة؟ هل بالفعل يمكن، خليني أبدأ معك بداية، أن ترد إيران وأن يرد حزب الله بالفعل ضربات مؤثرة على إسرائيل، يمكن أن تدخل المنطقة في مرحلة جديدة؟ أولا أنا سعيد جدا بالدعوة الكريمة ومعكم دلوقتي على هواء مباشرة. خلينا نتحدث في البداية بأن في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بدأت بالاغتيالات، وهذه الاغتيالات حذر منها حزب الله اللبناني على مدار الأشهر الماضية، وعلى لسان أيضا المستشارين وبعض القادة الذين كانت الولايات المتحدة الأمريكية تستعين بهم إلى حزب الله اللبناني أو إلى لبنان لتهدئة الأجواء وتهدئة أيضا الجبهة اللبنانية. هذه أيضا من جهة. من جهة أخرى، هل الرد الإيراني سوف يكون ردا مؤثرا أم ردا رادعا أم ردا أيضا من خلاله ومن خلال أيضا رد حزب الله اللبناني؟ لأن إن تحدثنا عن فؤاد شكر، رجل عسكري يلعب دورا استراتيجيا ودورا عسكريا في المرحلة الماضية، وفي وقت من الأوقات كان مطلوبا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1982 على مدار السنوات الماضية، كان له دور فعال، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وضعت رقما مهما جدا 5 مليون دولار لما يقتل أو من يقتل فؤاد شكر. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى بأن أيضا القائد أو رئيس مكتب حركة حماس إسماعيل هنية، أيضا هذا إن دل يدل على مقتل فؤاد شكر في قلب لبنان، وكذلك أيضا إسماعيل هنية في قلب أيضا الأراضي الإيرانية. وكان يوجد سؤال مطروح في الأيام الماضية، لماذا تم قتل أو استهداف إسماعيل هنية على الأراضي الإيرانية ولم يقتل في قطر ولم يقتل أيضا في تركيا؟ معنى ذلك بأن إسرائيل أرادت، وخاصة بنيامين نتنياهو، بعد الحرب أو بعد هذه الزيارة الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية ووقوفه أمام يعني ملايين أو وقوفه مع أو أمام عشرات من الجمهوريين والديمقراطيين، هذا إن دل يدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لبنيامين نتنياهو. يوجد رواية أستاذ مصطفى تقول بأن يوجد تنسيق أمريكي بريطاني إسرائيلي في هذين الاغتيالين الأخيرين من قبل يعني هذه الدول الثلاثة. معنى ذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة، ولكن عندما لكن أمريكا أصدرت تصريح وقالت فيه أنها ضد اغتيال هنية لأن ذلك يعرقل من المفاوضات. نعم أستاذ مصطفى، ولكن لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تم استخدام الترويج الإعلامي أو السلاح الإعلامي والأدوات الإعلامية في بعض الأحيان الأمور التي لا علاقة بالصفقة، لا علاقة بالهدنة، لا علاقة بالمفاوضات، وإرسال ويليام بيرنز إلى مدير المخابرات إلى منطقة الشرق الأوسط وإلى مصر وكذلك أيضا إلى قطر ومن ثم إلى إسرائيل؟ لماذا وفي وقت ذاته أستاذي الكريم بأن الولايات المتحدة الأمريكية تصدر صفقة أو توافق على صفقة بنسبة 96 مليار دولار مقدمة إلى إسرائيل وأوكرانيا وتايوان؟ معنى ذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية من بداية يوم 8 أكتوبر وعلى مدار 10 أشهر هي مشاركة، ويعني مشاركة استراتيجية وعسكرية واقتصادية ومادية مع الاحتلال الإسرائيلي. هذه أيضا جزئية. يعني أنا أستغرب وأضع نقط استفهام كثيرة عندما أسمع بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها علم بهذين الاغتيالين وليس لديها علم ببعض الأمور الحيوية والمفارقات التي تحدث في منطقة الشرق الأوسط. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى، لابد أن أستغل منبركم الكريم أستاذ مصطفى وأعطي لحضرتك بعض
الأرقام المهمة لها علاقة أيضا بالحرب، إن وقعت حربا إقليمية وتوسيع رقعة الحرب. لك أن تتخيل أستاذ مصطفى بأن يوجد 11 دولة عربية في منطقة الشرق الأوسط، 11 دولة دولت 27% يتم تصدير النفط والغاز، 27% من قبل هذه الدول بخصوص النفط وأيضا الغاز 14%. هذا إن دل يدل على أن يوجد دول أجنبية ودول أيضا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وشهدنا أيضا بعد الحرب الروسية الأوكرانية اتجهت الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية وإلى قطر وإلى الإمارات وإلى دول المنطقة، لما يعلم أو تعلم الإدارة الأمريكية بما تمتلكه هذه الدول من الثروات النفطية والغازية. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى أيضا المتعلقة بكمية الاستثمارات التي تتم أيضا في منطقة الشرق الأوسط من قبل الاتحاد الأوروبي، يوجد أيضا 181 مليار دولار. هذه المشروعات في منطقة أيضا الشرق الأوسط مقسمة 37% من الاتحاد أو 37 مليار دولار من قبل الاتحاد الأوروبي. وأنا قلت في أكثر من لقاء بأن الاتحاد الأوروبي هو المتضرر الأكبر إن قامت أو اندلعت حربا إقليميا. هذا الرقم لا علاقة بالاتحاد الأوروبي. أما الرقم الآخر المتعلق ب 6 مليار دولار من أمريكا الشمالية و 5 مليون دولار من دول أوروبا الناشئة. خمسة مليار من الدول الأوروبية أو من دول أوروبا الناشئة. أما الأرقام الأخرى أستاذ مصطفى، نحن نستورد، أنا أتحدث مع حضرتك الآن عن الدول العربية المستوردة من الاتحاد الأوروبي، 810 مليارات دولار. هذا إن دل يدل على 179 مليار دولار نستورد المنتجات ونستورد بعض الأمور من الاتحاد الأوروبي. أما الولايات المتحدة الأمريكية 86 مليار دولار. أما الدول الآسيوية النصيب الأكبر 272 مليار دولار. هذه الكميات أو هذه الأرقام المخيفة التي تؤثر. وأقول لك أيضا من ضمن الأسلحة التي وارد جدا أن يستخدمها حزب الله اللبناني وأن يستخدمها أو تستخدمها إيران أو أدوات إيران أو محور المقاومة في منطقة الشرق الأوسط، بأن تعطل النفط والغاز، أن توقف الإمدادات إلى الدول الأوروبية نهائيا عن المنطقة. هذا إن دل يدل على أن أسعار النفط سوف تكون في زيادة، والاختناقات التي سوف تحدث أيضا في الدول الأوروبية. يعني شهدنا أيضا أزمة حقيقية بالفعل بعد الحرب الروسية الأوكرانية. أقول لك وأن أقدر أن أجزم بأن هذه الحرب إن دلعت سوف تكون يعني وبالا على المنطقة، وأكثر تأثيرا بخصوص التضخم والركود وما شابه ذلك في هذه الجهة. أما الجهة، أنا تحدثت معك الآن عن الأرقام الاقتصادية أو بعض أو في جزء من الأمر الاقتصادي. أما بخصوص يوجد نقطة مهمة جدا، حزب الله اللبناني أو الجانب الإيراني كان دائما وأبدا على مدار 10 أشهر كان يرسل رسائل مهمة جدا لحلفائه في المنطقة، يقول لهم بهذا النص: لابد أن تلتزموا بقواعد الاشتباك، ولابد أن لا ننجر إلى ما يتم تخطيطه من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، وكذلك أيضا المساعد الأكبر في المنطقة في العالم وأيضا الشريك الاستراتيجي والعلاقة الوثيقة والعلاقة الوطيدة والعلاقة المتينة التي لا تؤثر فيها أي خلافات ولا أي اختلافات، ألا وهي الولايات المتحدة الأمريكية. هذه أيضا نقطة. النقطة الأخرى، أعطي لحضرتك أستاذ مصطفى بعض النقاط التي لا علاقة بتصعيد وتيرة المواجهة وحرب شاملة وخاصة الجبهة اللبنانية. نعم، وأنا أعلم بأن الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو وسموتريتش وبن غفير يريدون إيران. لماذا الجانب الإيراني؟ لأن يوجد سلاح نووي، وهذا هو المقصود وهذا هو الهدف الأقوى والأكبر لدى الاحتلال الحقيقة الإسرائيلي. كان هذا هو سؤالي الثاني، هل الهدف من البداية هو ضرب كل قواعد الاشتباك تمهيدا لضرب المفاعل النووي، على أساس أنه قيل منذ فترة أنه تبقت أسابيع قليلة فقط ويبدأ المفاعل النووي في إنتاج القنبلة النووية، هل حانت اللحظة؟ أكيد بالتأكيد، ولكن الاحتلال الإسرائيلي في هذا التوقيت هو ينتظر رد إيران. وهذا الرد، وأنا قلتها أيضا في أكثر من لقاء، إن تم الرد من قبل حزب الله اللبناني وكذلك الجانب الإيراني وكان ردا رادعا وأيضا مس
وسقط بعض المدنيين وأيضا تضرر بعض المصانع الحيوية والأماكن الحيوية لدى أيضا الاحتلال الإسرائيلي، آنذاك أستاذي الكريم بالفعل سوف نشاهد اندلاع حرب إقليمية واسعة. ولكن هذه الحرب أستاذ مصطفى لها عوامل ولها متطلبات وكذلك أيضا لها شروط، ولابد أن أقول بعض النقاط السريعة. أول نقطة بأن الاحتلال الإسرائيلي خاصة مع الجانب حزب الله اللبناني تم إسقاط نظام الردع أو تآكل الردع بخصوص إسرائيل منذ عام 2006، هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى بأن يوجد أيضا أكثر من 80,000 من المستوطنين لا يستجيبوا للاحتلال الإسرائيلي بأن يتم إرجاعهم إلا باتفاق، هذا الاتفاق يتم مع حزب الله اللبناني بأن يرجع إلى نهر ليطاني لقرار الأمم لعام 1701 لعام 2006، هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى بأن الاحتلال الإسرائيلي في هذا التوقيت وخاصة قبل استقالة بن غنتس قال بهذا النص لابد من مواجهة حزب الله اللبناني وحربا تشن إسرائيل حربا على حزب الله اللبناني. يوجد هذه العوامل التي من خلالها حزب الله اللبناني أو الاحتلال الإسرائيلي حرب اللا خيار. حرب اللا خيار أستاذ مصطفى كان يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948. نعم. كان يروج لها في عام 1956 من خلال عندما شنت فرنسا وبريطانيا حربا ضد مصر بحجة بأن مصر في هذا التاريخ عقدت صفقة أو كان يوجد صفقة مع دول أو دولة اسمها سلوفاكيا أنا في هذا التوقيت، فلهذا القرار أو لهذا الموضوع بدأت أن إسرائيل تدخل على الواجهة حرب اللا خيار، هذه أيضا استراتيجية. وأيضا بدأ أن يستخدمها في عام 1967 وقال بهذا النص بأن الجانب المصري أيضا كان عطل الخليج العربي وخليج عقبة في هذا التوقيت أو أراد أن يشن حربا على الاحتلال الإسرائيلي، هذه أيضا تاريخ. أما التاريخ الآخر عام 1973، ولكن هذه الاستراتيجية أستاذ مصطفى تم استخدامها من قبل مصر ومن قبل سوريا حربا لا خيار، ليس أمامهم أي خيار إلا حرب إلا خيار الحرب في هذا التوقيت. لماذا؟ لأن كان يوجد تعنت شديد من قبل الاحتلال الإسرائيلي بأن يقبل بالسلام وأن يقبل بمبادرة السلام في هذا التوقيت، هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى يوجد تخوف، هذه النقطة تخوفات من قبل الاحتلال الإسرائيلي إن شنت حربا ضد حزب الله اللبناني أول عامل له علاقة بأن يتم إطلاق آلاف الصواريخ في الداخل الإسرائيلي من قبل حزب الله اللبناني، الطائرات المسيرة الانتحارية، ويتم إسقاط الجنود ويتم إسقاط أيضا يعني المصانع أو الأماكن الحساسة، هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى لها علاقة أيضا بأن في هذا التوقيت الحرج إسرائيل انخرجت وبدأت أن تفتح جبهة جديدة مع حزب الله اللبناني، فالجبهة الأساسية ألا وهي قطاع غزة فسوف تضعف كثيرا جدا، لأن على مدار 10 أشهر أستاذ مصطفى ضعفت بالفعل الجبهة أو ضعف الجيش الإسرائيلي. يوجد أيضا قانون الحرتيم الذي عليه خلاف كبير جدا في الداخل وفي الأوساط الإسرائيلية، هذه أيضا جزئية. وأيضا استغل الطرف الأكبر ألا وهي حركة حماس بأن تضع يعني تثبت أو أن تثبت بأن يوجد لها وجود في هذا التوقيت وتستغل الفرصة بأن تفتح جبهة أو يفتح حزب الله اللبناني جبهة مع الاحتلال الإسرائيلي، هذه أيضا من جهة. من جهة أخرى الاحتلال الإسرائيلي في هذا التوقيت وخاصة بنيامين نتنياهو، لأن إذا نظرنا أو إذا توقعنا ماذا يدور في عقلية بنيامين نتنياهو يدور بأن لا حديث عن وقف إطلاق النار، لا حديث عن أي صفقة. وكنا نسمع في الماضي بأن الأسرى من أهم أو من أهم الأهداف لدى الاحتلال الإسرائيلي، ولكن اكتشفنا بأن الأسرى ليس لهم أهمية. كان يوجد يعني تصريح مهم جدا من قبل بنيامين نتنياهو قال بهذا النص إذا احتجنا بأن نقتل الأسرى في مقابل أن نستمر
في الحرب على قطاع غزة وتدمير قطاع غزة والقضاء على حركة حماس والقضاء على المدنيين وتحرير أو وهذه الأهداف لفعلنا هذا الأمر. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأهم في رقعة توسيع رقعة الحرب، حزب الله اللبناني يمتلك الأدوات وإسرائيل تعلم ذلك، ولكن يوجد نقطة مهمة. لماذا في هذا التوقيت الولايات المتحدة الأمريكية ترسل السفن وهذه الأدوات والبوارج في التاريخ الماضي أو في 8 أكتوبر والآن بعد هذين الاختلالين، وكأنها ترسل رسائل مهمة إلى الأصدقاء وإلى الأعداء؟ وقبل أن ترسل رسائل إلى الأصدقاء أو الأعداء، وكأنها تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية متواجدة، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية هي تدافع عن حلفائها وأيضا ضد أعدائها. الرسالة الأولى إلى الحلفاء: نحن معكم، الولايات المتحدة الأمريكية معكم، تدافع عنكم، يوجد الأسلحة، يوجد مزيد من الأسلحة والأدوات العسكرية إذا احتجتم إلى هذه الأسلحة. طيب، سؤالي، وربما قال ذلك نتنياهو مع بداية عملية طوفان الأقصى، قال نحن أمام شرق أوسط جديد. هل نحن بالفعل أمام تغيير الخرائط في المنطقة؟ بالتأكيد، لأن بنيامين نتنياهو كان يحاول أن يخطط وينفذ تطبيق حلف ناتو شرق أوسطي، ولكن كان لا يقابله أي موافقة ولا أي حماس من قبل القيادات الأخرى من قبل الإدارة الأمريكية. الآن بالفعل هذا الحلف الآن متواجد، وأنا قلتها أيضا بأن الاحتلال الإسرائيلي يريد تحالف بقيادة إسرائيل وليس بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى بأن يوجد رواية أخرى أيضا، يعني أنا ذكرت منذ قليل بأن بريطانيا، إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة في هذين الاغتيالين، ولكن وضعت هذا الاغتيالين أو شاركت في هذين الاغتيالين بأن تضع بعض المعادلات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، وأن تضع بعض الاستراتيجيات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط. أنا أصف العالم الآن وخاصة منطقة الشرق الأوسط باللا مركزية، باللا استقرار. لماذا هذين المصطلحين؟ لأن في وقت من الأوقات شهدنا التطبيع الإيراني السعودي وتطور ملحوظ في العلاقات العربية الروسية، في العلاقات العربية الصينية بالاتفاقيات والشركات والتطور التكنولوجي وما شابه ذلك. هذا إن دل يدل على أن هذه الاستراتيجية مختلفة تماما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا لا تريد هذا الأمر، وكذلك أيضا الاحتلال الإسرائيلي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي تعرف وتعلم بأنها وضعت إسرائيل لتطويق القوى الأوراسية متمثلة في الصين، روسيا، ومعهما أيضا إيران، وأن إسرائيل متواجدة في منطقة الشرق الأوسط لتحمي الرأسمالية وكذلك أيضا الاستعمارية. لا بد أن نتكلم ونقول بأن يحق لنا أن نفصل الاقتصاد عن الأمور السياسية والأمور أيضا العسكرية في هذا التوقيت. لماذا الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت فكرت في قمة 20 الماضية بأن يوجد مشروع ممر اقتصادي شرق هندي في هذا التوقيت؟ لأن تريد بأن إسرائيل يبقى يعني لها وضع في المنطقة اقتصاديا وأن تلعب دورا كبيرا جدا. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى بأن إسرائيل وجدت نفسها لديها فرصة كبيرة جدا. هذه الفرصة متمثلة برغم بأن 7 أكتوبر دمر كل شيء، وكل كنا نسمع بأن القبة الحديدية التي لا تقهر، وبأن أيضا الاستخبارات الإسرائيلية من أقوى الاستخبارات حول العالم، ولكن شهدنا ما حدث في 7 أكتوبر، ولكن هي وجدت فرصة بأن تشن حربا والقضاء على الأدوات الإيرانية أو حلفاء إيران في منطقة الشرق الأوسط، ولكن هي تعلم ذلك بأن هذا الأمر من رابع المستحيلات. أنا أرى من في هذا التوقيت إن تمت هذه الحرب الآن، ألا وهي حرب الإقليمية مع إيران ومع حزب الله اللبناني، بالفعل أن حرب اللا خيار، حرب اللا خيار بالفعل تم تحقيقه بدرجة 100%، لأن ليس أمامها إلا المواجهة مع من؟ مع سوريا، وكذلك أيضا لبنان والعراق وأيضا اليمن وبعض الدول الأخرى. يوجد بعض النقاط السريعة. أول نقطة أستاذي الكريم، من ضمن أيضا الأدوات لدى محور المقاومة الإعلان المعركة على الوجود الأمريكي في العراق، إعلان المعركة أيضا على الوجود الأمريكي في شرق الفرات، أيضا
يعني الإعلان أيضا المعركة على الوجود الأمريكي في الأردن، ويدخل أيضا خط الاستهداف، هذه أيضا جزئية من ضمن الأوراق العبور إلى الجليل. أما الأمر الآخر يعني التلويح بامتلاك إيران السلاح النووي، هذه أيضا جزئية. الورقة الأخرى من قبل محور المقاومة يتحدثون عنها مرارا وتكرارا، قطع أيضا النفط والغاز عن أوروبا نهائيا من قبل منطقة الشرق الأوسط. شهدنا أيضا ما حدث في البحر الأحمر أستاذ مصطفى من قبل القوات اليمنية أو الحوثيون، ومدى تأثيرها أيضا على التجارة والملاحة الدولية. البحر الأحمر يمثل وعلى قناة السويس بالفعل أستاذ مصطفى يمثل أكثر من 12% بعد يعني حجم التجارة العالمية بالفعل، بعض العمليات التي تمت والصدام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأيضا الحوثيين في هذه المنطقة تسببت بأضرار كثيرة جدا. الواجهة بدأت تتغير، تذهب إلى القارة الأفريقية، تذهب إلى بعض الموانئ الأخرى، وهذا أيضا تسبب في ارتفاع أسعار أيضا الشحن وما شابه ذلك. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى، نحن نتحدث يعني يوجد رواية، وأنا أستغرب أيضا وأضع نقاط استفهام كثيرة عن أن هذه مسرحية من قبل إيران ومن قبل إسرائيل ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذه ليس مسرحية، هذه حرب، يعني حرب وجود لمن؟ حرب وجودية للاحتلال الإسرائيلي. تم إسقاط نظام الردع العسكري الإسرائيلي في 7 أكتوبر، هذه أيضا جزئية. الجزئية الأهم، إيران الآن تدرس بحكمة وبقوة على هذا الرد. يوجد وجهة نظر تقول إيران ما شهدنا منها إلا ردود ضعيفة جدا، وأن إيران ليس قادرة على ضرب الاحتلال الإسرائيلي، وأن إيران ما نسمع منها إلا تصريحات وإلا أيضا يعني خطابات رنانة، سواء من إيران وسواء أيضا من حزب الله اللبناني. لابد أن نعلم بأن إيران لديها شراكات بمليارات الدولارات مع الجانب الروسي، وكذلك أيضا الصيني، وكذلك أيضا الانفتاح إلى حد ما، لأن الرئيس الأسبق دونالد ترامب المترشح في هذا التوقيت والمترشح أيضا في الانتخابات المقبلة في نوفمبر المقبل هو الذي فرض عقوبات اقتصادية على الجانب الإيراني. يوجد اختناق وخناق كبير جدا في الداخل الإيراني، وهي تضع بعض السيناريوهات وتضع جميع السيناريوهات، وليس السيناريوهات يعني الإيجابية ولكن السيناريوهات الأسوأ. هل إذا فعلنا هذا السيناريو وضربنا مثلا بعض المناطق الحساسة للاحتلال الإسرائيلي، هل إسرائيل تقف مكتوفة الأيادي وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية؟ بالتأكيد لا، وسوف ترد على هذا الرد الموجع والرادع. ولكن أنا أرى من وجهة نظري أن بالفعل كما تحدث أيضا السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني بأن يعني تجاوز أسبوع أو عدى أسبوع على الاختيالين أو أكثر من أسبوع، هذا أيضا جزء من الردع أو جزء من الرد من قبل حزب الله اللبناني وكذلك أيضا الجانب الإيراني. لأن في الوقت السابق أو في الوقت الماضي كنا لدينا يعني تعود كبير جدا بأن يوجد تنسيق إيراني أمريكي على بعض الضربات في منطقة الشرق الأوسط، سواء من قبل أمريكا أو من قبل أيضا الجانب الإيراني، هذه أيضا جزئية. ولكن الآن ليس يوجد مكان محدد ولا معاد محدد على الرد أيضا الإيراني أو حتى رد حزب الله اللبناني، ويوجد أيضا بعض السيناريوهات. يقول السؤال، يقول متى يعني يرد حزب الله اللبناني؟ نعم. وأين يرد حزب الله اللبناني أو إيران؟ هل إيران سوف ترد منفردة أم ترد مع حزب الله اللبناني الاثنين فقط، أم الجبهات الأخرى سوف ترد في آن واحد؟ وهذه إن دل أو تمت هذه الضربات فسوف تكون موجعة للاحتلال الإسرائيلي وكذلك أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. يوجد خبر، وهذا الخبر مؤكد، بأن روسيا دخلت على خط المواجهة بطريقة غير مباشرة وأرسلت بعض الأسلحة والطائرات المؤثرة إن تم استخدامها في هذا التوقيت. ونعلم مدى روسيا، لابد أن نعلم بأن الحرب الآن ليس فقط بين إسرائيل وبين قطاع غزة، بين إسرائيل وبين حركة حماس، وبين إسرائيل وبين حزب الله. الآن الحرب لديها أكثر من طرف. شهدنا أيضا المصالحة التي حدثت على الأراضي الصينية. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن الصين يكون لها دور دبلوماسي ولا دور
دور سياسي في المنطقة، ونعلم بأن السياسة الصينية عدم تدخلها في أي شؤون لأي دولة داخلية، هذا إن دل يدل على تفوقه. وأيضا الصين، استغل منبركم الكريم أستاذ مصطفى سريعا وفعجلة بأن الصين على مدار 10 أشهر عقدت اتفاقيات كثيرة بمليارات الدولارات والاستثمارات والشراكات وما شابه ذلك، هذا إن دل يدل على قوة الصين، وكذلك أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية ملهية في يعني تصدير الأسلحة وتصنيع الأسلحة ومساعدة حلفائها في المنطقة، مساعدة أوكرانيا، مساعدة تايوان، مساعدة أيضا الاحتلال الإسرائيلي. كان تتخيل بأن يوجد 40,000 شهيد في قطاع غزة، 100,000 جريح بين تحت الأنقاض، لك أن تتخيل أيضا بأن يوجد 90% من البنية التحتية تم تدميرها بالكامل، وأيضا شبه هي الآن خارج نطاق الخدمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. أنا أرى من وجهة نظري أن الهدف الحقيقي الذي حققه الاحتلال الإسرائيلي على مدار 10 أشهر هو تدمير قطاع غزة، وأن المدارس تم تدميرها والمستشفيات تم تدميرها، وكل ما له علاقة بالأمور الحياتية والأمور المعيشية والأمور الاجتماعية والأمور الثقافية تم تدميرها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هذه حرب عقائدية من الدرجة الأولى، قبل أن تكون حربا عسكرية، قبل أن يكون هذا الكيان يتوهم بأن يعني يريد استرجاع قوة الردع من خلال الاغتيالات، من خلال قتل المدنيين. هو عاجز الآن عن أي شيء، وهو يحاول بنيامين نتنياهو بأن يجر وأن يلفت الأنظار وأن يترك الأنظار، وتذهب هذه الأنظار إلى حزب الله اللبناني أو الجانب الإيراني، ويفعل أيضا هذه العمليات. يعني أكثر من لقاء تم عقده أيضا في الداخل المصري، وكان يوجد أيضا مواقف كثيرة. لابد أيضا أن نتحدث عن الجانب المصري الذين يريدون تقليل حجم دور مصر في هذه الحرب، وقبل أيضا الحرب على قطاع غزة، ويقولون بأن دور مصر لابد أن يكون أقوى من ذلك، ويكون أيضا يعني استراتيجيا ودبلوماسيا أقوى من ذلك. مصر لم تنتظر بأن هذه الحرب تنتهي، وعقدت قمة القاهرة في بعد أسبوع أو أسبوعين في القاهرة، ومن ثم قمة الرياض، ومن ثم أيضا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري تواصل مع المنظمات الدولية ومع حقوق الإنسان ومع الأمم المتحدة ومع أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. في هذا التوقيت، في اللحظة التي أتحدث معك فيها أستاذ مصطفى، الرئيس المصري والقيادات المصرية الحكيمة بدأت أن تتواصل، ويوجد قنوات اتصال مع إيران، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع أيضا الاحتلال الإسرائيلي، مع عشان كده أنا عايز أسألك عن انعكاس الحرب الإقليمية على مصر وعلى الأمن والاستقرار في مصر. أكيد أستاذ مصطفى، هذا يعني أنا أرى من وجهة نظري وكأن مصر مستهدفة، وليس لا ده بالتأكيد مستهدفة، بعد ما يسمى الربيع العربي في عام 2011 في منطقة الشرق الأوسط، مصر كانوا يريدون أن تقع وأن تسقط وأن تكون. هذا ليس من باب التطبيل، لأن كثير منا يقول بأن هذا الكلام تطبيل وما شابه ذلك. مصر بالفعل كانوا يريدون أن تكون مصر سوريا، مثلها مثل سوريا، مثلها مثل اليمن، مثلها مثل ليبيا، مثلها مثل الصومال، السودان وما شابه ذلك، لأنها كانت وما زالت تلعب دورا. نعم مصر تأثرت في الأعوام السابقة أو بداية من 2011 إن وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولكن في السنوات من 2011 إلى 2014 هذه السنوات تأثرت مصر اقتصاديا، سياسيا، دبلوماسيا وما شابه ذلك. ولكن على عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مصر كانت تلعب دورا مهما جدا في المنطقة، وأي أزمة كانت تحدث يذهب القيادات الرشيدة إلى الجانب المصري. هذه أيضا الجزئية الأخرى بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحاول جاهدا بأن يبذل قصارى جهده بأن هذه الحرب لن تؤثر، ولكن للأسف لها تأثيرات اقتصادية، لأن هذه التأثيرات الاقتصادية ليس على مصر فقط، وليس على الأوساط المصرية، وليس على المحافظات المصرية، ولكن حتى على الدول الخليجية الغنية بالموارد البشرية والغنية بالثروات النفطية. إن تمت هذه الحرب، وبالفعل بدأت هذه الحرب، لأن أنا أرى من وجهة نظري أن هذه الحرب لم تقع إلى وقتنا هذا، وإن وقعت حقيقة سوف تأكل الأخضر واليابس. لماذا؟ لأن منطقة الشرق الأوسط، إذا نظرنا إلى ليبيا، أين ليبيا الآن؟ أين سوريا الآن؟ أين اليمن؟ أين السودان؟
السودان الآن غطت عليها إعلاميا الحرب على قطاع غزة، الآن بالفعل يوجد مجاعة في السودان في الخرطوم، يوجد أيضا يعني ظروف قاسية جدا وأيضا اغتصابات واعتقالات والأمر الآن فاق كل التوقعات في السودان، كذلك أيضا الصومال، كل هذه الدول هي تشبع الولايات المتحدة الأمريكية، تشبع الإدارة الأمريكية، لأن من سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بأن منطقة الشرق الأوسط سوف تظل أو تبقى تظل بين اضطرابات، بين عدم استقرار، بين عدم الأمور الاقتصادية واستقرار عسكري أو استقرار أيضا اقتصادي، هذه أيضا جزئية. الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن تعلم أن إذا وقعت هذه الحرب أن يكون المتضرر الأول والأكبر هي الولايات المتحدة الأمريكية، ومصالح الولايات المتحدة أيضا في منطقة الشرق الأوسط، لأن مصالح الولايات المتحدة كبيرة جدا وكثيرة جدا في المنطقة. يعني حضرتك أنا ذكرت معاك منذ قليل وقلت بأن الولايات المتحدة الأمريكية تصدر إلى منطقة الشرق الأوسط بما يعادل 86 مليار دولار، هذا الرقم سوف ينخفض، هذا الرقم سوف يتقلص إلى 50 مليار إلى 30 مليار، هذا إن دل يدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية تتغذى بكمية مصانع الأسلحة المتواجدة الآن منذ عشرات السنين أو السنوات الماضية. دكتور، أنت تعرف كل السيناريوهات مطروحة الآن، وأعتقد أننا أمام السؤال المهم الآن، أين موقع المقاومة من هذه الحرب؟ إلى أي مدى يمكن للمقاومة وبالذات داخل غزة؟ استشهاد إسماعيل هنية، كيف ترى تأثيره على المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية؟ أين موقع مصر في التغيرات الجديدة الراهنة التي نعيشها والتي سنعيشها في الفترة المقبلة؟ جميل أستاذ مصطفى. يوجد الجزء الأول له علاقة برئيس مكتب حماس إسماعيل هنية، بأن هذا الرجل كان له دور وقنوات اتصال قوية ومتينة مع مدير المخابرات ويليام بيرنز وكذلك أيضا القيادات المصرية وأيضا قطر، وأن هذا الرجل أثر على بعض القيادات أو معظم القيادات بأن لابد من مرونة في المطالب ومرونة في الشروط، وأن يلقي الكرة لقى أو رمى الكرة أو ألقى الكرة أكثر من مرة في جعبة الولايات المتحدة الأمريكية أو في ملعب أمريكا وفي ملعب أيضا الاحتلال الإسرائيلي، لأن كانت أمريكا وإسرائيل مرارا وتكرارا تلقي الكرة في ملعب حركة حماس وفي المطالب والشروط. أما الأمر الآخر المتعلق أيضا بتأثير هذا الاستشهاد من قبل إسماعيل هنية، استشهاد إسماعيل هنية بالتأكيد له تأثير، ولكن كما شهدنا بأن الاحتلال الإسرائيلي اغتال الشيخ ياسين، اغتال أيضا بعض القيادات عبد العزيز الرنتيسي وغيره، أحسنت، وأيضا أحمد الشقاقي، نعم. هذا أيضا من فتح الشقاقي فتح الشقاقي من ضمن القيادات، ولكن شهدنا أيضا إسماعيل هنية جديد، وشهدنا أيضا بعض القيادات السنوار الآن، وهذه أيضا كانت فجأة وليس مفاجأة، هي فجعة وضربة قوية جدا للاحتلال الإسرائيلي، لأن الاحتلال الإسرائيلي كان يتوهم بأن عندما يضرب الصف الأول من حركة حماس أو محور المقاومة فأن هذا سوف يؤثر على الأمور الميدانية وعلى الأمور السياسية وعلى الأمور الدبلوماسية، وكذلك لما فعله أيضا فؤاد شكري لأنه هو الرجل الثاني لحزب الله اللبناني، هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى بأن المفاوضات الآن أراها من وجهة نظري أمام مفترق طرق، وأن المفاوضات الآن دخلت في نفق مظلم، إلا بعد هذين الاغتيالين نرى أيضا بأن يوجد تسويات شاملة وصفقات قوية جدا تنهي الحرب على قطاع غزة، وأيضا تهدئة منطقة الشرق الأوسط ولا تذهب المنطقة إلى حرب إقليمية وتوسيع رقعة الحرب. هذا بخصوص حركة حماس وبخصوص أيضا إسماعيل هنية وفتح يحيى السنوار. أما بخصوص مصر، ما زال الموقف المصري ثابت، إن جاء يحيى السنوار أو تم استشهاد إسماعيل هنية، لأن مصر على مدار من عام 2008
إلى عام 2021 مصر الوحيدة التي كانت تدخل في قناة الاتصال ومع الاحتلال الإسرائيلي ومع القيادة المصرية وكذلك مع حركة حماس في وقف إطلاق النار بين الجانبين. هذا إن دل يدل على الإيجابية المصرية والاستراتيجية المصرية في الماضي. هذه أيضا جزئية. طب هذه الحرب مختلفة؟ بالتأكيد، لأن الاحتلال الإسرائيلي ليس كان متعودا على حروب الاستنزاف. حرب الاستنزاف الوحيدة التي كانت بينه وبين مصر، بينه وبين بالتأكيد يعني بين من عام 1948 أو 56 ل 73، هذه أيضا جزئية. الحرب الآن بين جيش نظامي وجيش غير نظامي، فصائل المقاومة في قطاع غزة، هذه أيضا جزئية. مصر تحاول بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم إدخال هذه المساعدات والتعنت. أنا أستغرب أيضا وأضع نقاط استفهام كثيرة، هل مصر هي التي تعرقل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة؟ هذه أيضا نقطة. بل مصر هي التي يعني أرسلت كميات كثيرة جدا، 85%، وهذا واجب. ليس نمن على شعبنا وإخواننا في قطاع غزة أو لدى الشعب الفلسطيني، هذا واجبنا اتجاه قطاع غزة، وهذا واجبنا اتجاه الشعب الفلسطيني، وهذا واجبنا اتجاه كل ما يحتاج. أيضا كذلك أيضا أضرب حضرتك مثال لما حدث في السودان، شهدنا أيضا بأن مصر تقبل لاجئين يتجاوز عددهم 5 ملايين أو 4 ملايين حتى أكون دقيقا في المعلومات. نعم تسبب هذه الأرقام في الداخل المصري على خناق الاقتصادي وما شابه ذلك، ولكن هذا ليس يعنينا في هذا التوقيت. الذي يعنينا بأن لابد حتى في قمة القاهرة وقمة الرياض وبعض المؤتمرات التي تمت وبعض القمة التي تمت في الأشهر القليلة الماضية وحتى مجلس الأمن الدولي وبعض القيادات الذين كانوا يتحدثون عن إدخال المساعدات، لابد من إدخال المساعدات. الآن يعرقل بنيامين نتنياهو إدخال هذه المساعدات. وقف أيضا في معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح، هذه المعابر تم وقفها. وسمعنا أيضا بهذا المشروع الرصيف، الرصيف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا وضعت هذا الرصيف أو هذا المشروع لخدمة أمريكا وخدمة أيضا الاحتلال الإسرائيلي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بما يمتلكه هذا الموقع الاستراتيجي، هذا الموقع أيضا بخصوص الغاز وما شابه ذلك. ليس حبا في الشعب الفلسطيني وليس حبا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتفنن في الأفكار التي هي خارج الصندوق، هذه أيضا من جهة. من جهة أخرى أنا أتحدث معك الآن، الأمور خرجت نطاق الخدمة، بمعنى بأن الأمر الآن لا حديث فوق حديث الحرب الإقليمية، التصعيد ثم التصعيد. يعني كان يوجد استراتيجية أستاذ مصطفى اسمها التصعيد والتبريد. التصعيد كان بالفعل الماضي، وكان يوجد تبريد أيضا، التهدئة متمثلة في التهدئة. كنا نشاهد تصعيدا من قبل الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة على النصيرات، وفعل أيضا بعض العمليات والإجرام الذي كان يمارسه بنيامين نتنياهو، ولكن نشاهد تهدئة إلى حد ما، ونشاهد مفاوضات، ونشاهد أيضا تبريد في الأجواء وصفقة وذهاب إلى قطر والقيادات أيضا وما شابه. في وقت من أوقات بنيامين نتنياهو أرسل الوفود الإسرائيلية أو الوفد الإسرائيلية إلى مصر ومن ثم إلى قطر لإرضاء جو بايدن، لتهدئة الأجواء بينه وبين جو بايدن، ولكن هو في الأساس لن يقبل. لك أن تتخيل بأن سوميتريتش وزير المالية وبن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي قالوا بهذا النص، لن تقبل بأي صفقة، لن تقبل بأي هدنة، لن تقبل بأي وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، وإن فعلت ذلك لانسحبنا من الحزب ولا تم محاسبتك. وأيضا يعني أشاروا إليه لابد أن تدخل في مواجهة مباشرة مع حزب الله اللبناني. أخيرا أستاذ مصطفى، للأسف نحن مقبلين على حرب بالهوية، حرب أيضا خطرة. نعم. سوف تأكل الأخضر واليابس في المنطقة للأسف. وسوف ونتمنى ذلك، وأنا مع حضرتك على هذا المنبر الكريم. دكتور، سؤالي الأخير، الوقت أزف، هل نحن مضطرون للعلاقة مع حماس؟ العلاقة مع حماس، هل نحن مضطرون هنا في مصر لأن تكون لنا علاقة مع حماس بشكل أو بآخر؟ العلاقة بالتأكيد، علاقة بماذا؟ العلاقة التي تخص، العلاقة التي تخص هذه المفاوضات. لابد أن يكون لنا علاقة مع حركة حماس بخصوص المفاوضات، ولابد أن نعلم بأن هذه الحركة هي حركة لها أيديولوجيات، وأن حزب الله اللبناني وحركة حماس لهم أيديولوجية، يعني الأيديولوجية بتاعتهم هم ضد
حل الدولتين. هذه هي استراتيجية أو الأيديولوجية مع حزب الله اللبناني وحركة حماس. أما الأيديولوجية لابد من القضاء أيضا على الاحتلال الإسرائيلي. ولكن إذا تحدثنا هل نحن مجبرين أو نحن مطلوب منا أو من القيادات المصرية أن تكون لها قنوات اتصال مع حركة حماس؟ بالتأكيد أستاذ مصطفى، من 2008 إلى 2021 العلاقة طيبة، وأيضا استضافت مصر أكثر من مرة الفصائل الفلسطينية. ولكن هناك من يقول أن حماس ارتكبت جرائم في حق مصر في يوم ما. وارد، هذا خطاب وارد، هذا الخطاب وارد. ولكن الآن نحن في حالة حرب. لا، ليس يعني ليس مطلوب مننا المزايدة على حركة حماس أو المزايدة على الدور المصري. لابد من يوجد مهم ويوجد أهم. الأهم في هذا التوقيت هو وقف إطلاق النار في قطاع غزة. في اللحظة التي أتحدث معك فيها أستاذ مصطفى يتم أيضا قتل طفل كل ربع ساعة. هذه الإحصائية كانت في بداية المعركة، الآن كل خمس دقائق. والمستهدف الأكبر النساء والأطفال والرجال المسنين والمستشفيات، وكلنا نعلم هذه الأرقام وهذه المعلومات. ولكن إن تحدثنا عن الجانب المصري الآن يهمه في المرتبة الأولى بأن هذه الحرب لن تستمر، يهمه في المرتبة الأولى بأن الحرب الإقليمية لن تقع أو يتم يعني الحديث عنها أو حتى يوجد ضربات قوية أو رد قوي من قبل الجانب الإيراني. ولكن الأمر أقوى وأكبر بكثير من الجانب المصري، لأن يوجد دول كثيرة مشاركة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل، حتى دول الحلف. لكن الدور المصري محوري، دور المصري محوري وله ثقل كبير جدا، وما زال بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنطقة. أستاذ مصطفى، أستغل يعني كم دقيقة سريعا وفي عجالة. الرئيس المصري عقد اجتماعات كثيرة وأيضا عقد زيارات كثيرة جدا، سواء في القرن الأفريقي، سواء في الدول الأوروبية، في أمريكا الشمالية، في أمريكا الجنوبية، في أيضا القارة الأسيوية. هذه اللقاءات وهذه الزيارات وهذه الشراكات وهذه الاتفاقيات تثقل من دور مصر. الدول العربية أو الدول الغير العربية تعلم من هي مصر في هذا التوقيت. ولكن عندما قلت بأن الأمر أقوى من الجانب المصري، أن أتحدث معك بأن يوجد مجرم اسمه بنيامين نتنياهو يريد جر المنطقة وجر أمريكا وجر دول العربية كلها بلا استثناء، بحجة أنه يريد استعادة هذا النظام الردع العسكري الإسرائيلي إلى الاحتلال الإسرائيلي. وهذا أراه من وجهة نظري من رابع المستحيلات. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخيرة، وارد بأن الضربة الإيرانية تكون ضربة قوية جدا، ونشاهد بأن الضربة الإيرانية اللبنانية أو حزب الله اللبناني سوف نعول عليها الكثير، ونقول آنذاك بأن هذه الضربة هي بالفعل هي بداية الحرب الإقليمية، وأن يكون الرد، ووارد جدا أن تكون الرواية الأخرى بأن الضربة ليس موجعة للاحتلال الإسرائيلي، ويرى الاحتلال الإسرائيلي ليس أمامه إلا فتح هي الجبهة الوحيدة على قطاع غزة. ولكن المتابع الجيد لسياسة بنيامين نتنياهو هو يريد فتح أكثر من جبهة في آن واحد، وأقل تقدير فتح جبهة جديدة مع حزب الله اللبناني حتى لا تنتهي هذه الحرب. لأن عندما اختال هذين الشخصيات أو القيادين في حزب الله اللبناني وفي أيضا حركة حماس، هو أراد بذلك توسيع رقعة الحرب أو توسيع الحرب خارج قطاع غزة حتى لا يحجب على مدار 10 أشهر، ولم يحقق الأهداف، لم يتم تحرير الرهائن، لم يتم القضاء على حركة حماس ولا سياسيا ولا عسكريا. هذه أيضا نقطة مهمة جدا. فهو أراد أخيرا، أراد بهذين الاغتيالين أن يروج وأن يقنع الأوساط الإسرائيلية، أنا الرجل الأنسب، أنا الذي حققت الآن النصر الاستخباراتي. لأن يوجد نقطة مهمة جدا، هذا ليس نصر عسكري ولا هزيمة عسكرية، يوجد هي بالفعل هزيمة استخباراتية من الدرجة الأولى من قبل بنيامين نتنياهو للأوساط الإيرانية من الدرجة الأولى. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى التي يراها بنيامين نتنياهو، وارد بأن هذين الاغتيالين إما أن يذهبوا بنا إلى حرب إقليمية، أم أن يذهبوا بنا إلى يعني صفقة أو صفقات أو تسويات شاملة في منطقة الشرق الأوسط. ولكن أنا أرجح السيناريو الأول إلى حرب إقليمية، لأن الحرب الإقليمية الآن فلتت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تكرر مرارا وتكرارا، نحن نريد الاستقرار، نحن نريد المفاوضات، نحن نريد إرسال وقف إطلاق النار أو عقد صفقة أو عقد أيضا تسوية للحرب على قطاع غزة. ولكن كل ما نسمعه
وكل ما نراه مختلف تماما، كل ما نسمعه شيء وكل ما نراه على أرض الميدان شيء آخر. دكتور سريعا، كيف ترى دلالة اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس؟ أنا أرى بأن هذه ضربة أخرى للاحتلال الإسرائيلي، لأن في وقت من الأوقات هم كانوا يريدون أيضا يختالوا يحيى السنوار ويختالوا محمد الضيف في قطاع غزة. معنى ذلك بأن إن قتلتم إسماعيل هنية خرج 1000 مثل إسماعيل هنية. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى بأن أيضا هذا الرجل له السمات أو المميزات التي هي في شخصيته، من هذه المميزات قنوات الاتصال التي أيضا يتبعها وقوة الاتصال سواء بالقيادات المصرية أو حتى أيضا القيادات القطرية. وكذلك أيضا في هذا التوقيت هو توقيت حرج، لأنهم كانوا يتوقعون رجل مختلف تماما عن يحيى السنوار، وأيضا هو ملتزم وقال لابد من إن أردتم وقف هذه المفاوضات أو وقف إطلاق النار لابد من تحرير الرهائن أو تحرير الأسرى من قبل سجون الاحتلال الإسرائيلي، ووقف دائم، حتى أكون دقيقا في المعلومات، وقف دائم من قبل هذه المفاوضات. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد اليمني. شكرا لك دكتور. تحياتي أستاذ مصطفى. شكرا لكم، ونلتقي غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.